بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. ان شاء الله اليوم غادي نقوم بتصحيح ديال النموذج الامتحان الموحد التجريبي على صعيد المؤسسة السادس ابتدائي في مادة الرياضيات. نعم، اذا بسم الله على بركة الله غادي نبداو بالانشطة العددية، وان شاء الله هي اللي غادي نخدم في هذا الفيديو، وغادي نخلي الانشطة الهندسية والانشطة القياس حتى الفيديو اخر ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. السؤال يقول: ضع وأنجز ما يلي. إذا دائما في مادة الرياضيات دائما دائما في أي امتحان كيعطيو هاد العمليات الأربع هادو: عملية الجمع، عملية الطرح، عملية الضرب، وعملية القسمة. إذا خاصني نعرف نتعامل معهم مزيان، وخاصني نحاول ما نضيعش النقاط ديالهم. لحقاش هذا أسهل تمرين، ماشي غير هو بطبيعة الحال كلشي ساهل، ماشي ما صعيبش بزاف، يعني كلشي كتكونوا فايت ليكم شايفينه، يعني ماشي شي حاجه جديده، وانما هذا التمرين بالاخص هذا خاصني ما نضيعوش، يعني خاصني نضمن النقطه ديالو. نعم، اذا عليه 8 النقاط خاصني نجيبها. اذا نبداو على بركه الله بعمليه الجمع. اذا شنو عندي هنا؟ عندي 1526.5 زائد 23.3. اذا ما نساوش دائما ان اضع الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري، والفاصلة تحت الفاصلة. نعم، اذا 5 زائد 3 تساوي 8.6 زائد 3 تساوي 9. 2 زائد 2 تساوي 4. 5 زائد لا شيء تساوي 5. 1 زائد لا شيء تساوي 1. ودائما كنحافظ على الوضع السليم، دائما كنحافظ على الوضع، خاصني ما نخطاش في الوضع. بالنسبه للعمليه الثانيه وهي عمليه الطرح، 1249.5 ناقص كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا، عطاونا العدد الاول فهو عدد عشري، بينما العدد الثاني فهو عدد صحيح طبيعي. اذا هذا العدد الصحيح الطبيعي كيفاش غنتعامل معاه؟ كاينين بزاف ديال الوليدات كيخطئوا وكيبداو يكتبوا الوحدات هنا، كيديروا العشرات هنا والمئات هنا، وإذا كان عندهم الالاف كيديروا هنا. لا، هذا خطا. اذا هذا جزء، هذا جزء صحيح وهذا عدد صحيح، اذا خاص العدد الصحيح يكون تحت الجزء الصحيح. نعم، اذا 878، وكنكمل بالاصفار فاصلة صفر، يعني ما كتغير والو في العدد. ناقص 5 ناقص 0 تساوي 5 فاصلة تحت الفاصلة. 9 ناقص 8 تساوي 1. 4 ناقص 7 لا يمكن. اذا هنا خاصني نضيف نفس العدد الى العددين معا. اذا تصبح هنا 14 ناقص 7 تساوي 7. 2 ناقص 9 لا يمكن ايضا، اذا اضيف نفس العدد للعددين. 12 ناقص 9 تساوي 4، او عفوا تساوي 3 وليست 4. 1 ناقص 1 تساوي 1. نمر العملية الموالية وهي عملية الضرب. 56.05 مضروبة في 6.4. ده 4 في 5 تساوي 20. أكتب 0 وأحتفظ بإثنان خارجا. اذا كنحتفظ في ورقه الوثيقه، ولا كنحتفظ غير هنا حتى الاخير، وكنمسح كنمسح بقلم الرصاص. 4 في 5 قلنا كتساوي 20، اضع 0 واحتفظ باثنان. 4 في 0 تساوي 0 زائد الاحتفاظ تساوي 2. 4 في، اذا هذا الاحتفاظ هذا صافي ما بقاش عندنا. 4 في 6 تساوي 24. اذا اكتب 4 واحتفظ باثنان. 4 في 5 تساوي 20 زائد 2 تساوي 22. ضعوا النقطة. 6 في 5 تساوي 30. أكتب 0 وأحتفظ ب 3.
ستة في صفر تساوي صفر، زائد ثلاثة تساوي ثلاثة. ستة في ستة تساوي ستة وثلاثون، أكتب ستة وأحتفظ بثلاثة. ستة في خمسة تساوي ثلاثون، زائد ثلاثة تساوي ثلاثة وثلاثون. ثم أقوم بعملية الجمع. للإشارة أنني دائما في عملية الضرب نحاول نبدأها شوية من على اليمين، حيث كنعرفوا بلي هي كتم غدا على اليسار. إذا دابا خاصني نمسح هذا الاحتفاظ هذا باش ما يبقاش. نعم، إذا نقوم بعملية الجمع. صفر زائد لا شيء تساوي صفر، اثنان زائد صفر تساوي اثنان، أربعة زائد ثلاثة تساوي سبعة، اثنان زائد ستة تساوي ثمانية، اثنان زائد ثلاثة تساوي خمسة، لا شيء زائد ثلاثة تساوي ثلاثة. إذا دائما كيف ما قلت لكم كنحافظ على الوضع الصحيح. ندوزو دابا لعملية القسمة الأقليدية، وتقول واحد القضية هنا خاصنا ما نساوش الفصيلة، دائما الفصيلة كينساوها الوليدات بزاف، إذا خاصني نحاول ما ننساش الفصيلة دائما في عملية الضرب. كيف ما كنعرفوا أنني كنخدم بلا فصيلة، ولكن في الأخير خاصني نذكرها ونديرها. هذا الخطأ هذا كنشوفه بزاف عند الدراري، كينساو دائما في عملية الضرب كينساو الفصيلة. إذا هنا كنحسب شحال عندي من رقم وراء الفاصلة في العدد الأول، وشحال عندي هنا من رقم وراء الفاصلة في العدد الثاني. إذا عندي هنا واحد وعندي هنا اثنان، إذا المجموع هو ثلاثة. إذا عندي ثلاثة ديال الأرقام وراء الفاصلة بالنسبة للعددين معا. إذا كنحسب ثلاثة ديال الأرقام وكندير الفاصلة، إذا الخارج هو 358.72 أو 720. إذا الأصفار اللي كتكون وراء الفاصلة ما كتقراش إلا كانت في الأخر، إلا كانت هنا إلا كانت في الأخير ما عندهاش تأثير، بينما إلا كانت من وراء الفاصلة مباشرة وموراها عدد إذا راه هنا كتأثر، ما يمكنش ننزلوا هذاك الصفر. في هذه الحالة هذه نقدروا نزيلوا الصفر. نعم، إذا نمروا للعملية ديال القسمة الأقليدية. 24,636 قسمة 12. إذا نبداو على بركة الله. إذا كنلاحظو هنا أن اثنان أصغر من 12، إذا ما غاديش ناخدو اثنان، إذا غنحاولو ناخدو جوج الأرقام. 24 كم فيها من 12؟ إذا هذه سهلة، أن اثنان في اثنان في 12 تساوي 24. إذا 24 فيها جوج ديال 12 زائد 12 هي 24. إذا اثنان في اثنان تساوي 4، اثنان في واحد تساوي 2. إذا كنقوم بعملية الطرح. إذا كيف ما كتعرفوا المراحل ديال القسمة الأقليدية، أول حاجة هي القسمة، ثاني حاجة هي الضرب، ثالث حاجة هي الطرح، ورابع حاجة وهي الإنزال. إذا حنا دابا قمنا بعملية القسمة، لأن قسمنا 24 على 12 عطاتني جوج، ودرنا عملية الضرب، 2 في 12 هي 24، وأيضا من وراها غنقوموا بعملية الطرح، ومن وراء عملية الطرح غنقوموا بعملية الإنزال. إذا هاد المراحل الأربعة ما خاصكمش تنسوهم. 4 ناقص 4 تساوي 0، 2 ناقص 2 تساوي عفوا قلت 0 وكتبت 4، 4 ناقص 4 تساوي 0، 2 ناقص 2 تساوي 0 أيضا. نعم، دابا نمروا للمرحلة ديال الإنزال واللي هي 6. إذا هنا كيف ما كتلاحظوا معايا بقات لي 6، إذا 6 كم فيها من 12؟ إذا كيف ما كتلاحظوا معايا أن 6 ما فيها حتى 12، إذا فيها صفر ما فيها والو، إذا 6 ما يمكنش ليا نقسمها على 12، إذا صفر، صفر في 12 تساوي صفر. نعم، إذا قلنا القسمة كيتبعها الضرب ثم الطرح، 6 ناقص صفر تساوي 6، صفر ناقص صفر تساوي صفر. ثم المرحلة الموالية وهي مرحلة الإنزال واللي هي ننزل 3. إذا 63 كم فيها من 12؟ نعم، 63 كم فيها من 12؟ 12 إذا توجد فيها 5، 5 في 2 تساوي 10، أكتب 0 وأحتفظ بواحد. 5 في 1 تساوي 5، زائد الاحتفاظ اللي هو 1 تساوي 6،
أقوم بعملية الطرح. 3 ناقص 0 تساوي 3، 6 ناقص 6 تساوي 0، و0 ناقص لا شيء تساوي 0. إذا بعد عملية الطرح كيكون عندي الإنزال، خاصني نقوم بإنزال 6. 36 كم فيها من 12؟ إذا 36 فيها 3، 3 ديال 12، 12 12 12 12. 3 في 2 تساوي 6، 3 في 1 تساوي 3. إذا ألاحظ أن هذه العملية فهي عملية مضبوطة. ناقص 6 ناقص 6 تساوي 0، 3 ناقص 3 تساوي 0. إذا الخارج أو الخارج هو 2053 والباقي هو 0. إذا فهذه العملية ديال القسمة فهي عملية مضبوطة. نعم، إذا نمر للسؤال الموالي وهو السؤال رقم 2. أوجد جميع قواسم العدد 24. قواسم العدد 24. إذا أول قاسم هو 1. إذا خاصكم تعرفوا باللي 1 فهو قاسم لجميع الأعداد أولا. نشوفوا القاسم الثاني هو 2، حيث 24 قسمة 2 تساوي 12، أو 12 في 2 تساوي 24. 24 قسمة 3، 24 قسمة 3 تساوي 8، أو 8 في 3 تساوي 24. إذا 3 أيضا فهو قاسم للعدد 3 أيضا فهو قاسم للعدد 24. 4 أيضا فهو قاسم للعدد 24. 24 قسمة 4 فهو 6. عندي أيضا 6 فهو أيضا قاسم مشترك، لأن 6 في 4 تساوي 24. 8 أيضا فهو قاسم للعدد 24. 8 في 3 تساوي 24. ثم عندي 12. 12 في 2 تساوي 24، و 24 قسمة 12 تساوي 2. عندي أيضا 24، إذا قسمه على نفسه أتعطيني هي 1. نعم، نمر للسؤال الموالي اللي هو السؤال 3. أوجد مضاعفات العدد 12 عفوا المحصورة بين 30 و 50. يعني غنوجد المضاعفات ديال 12 غير اللي محصورة ما بين 30 و 100، ماشي كاع المضاعفات اللي ديال العدد 12 غير اللي محصورة ما بين 30 و 100. اذا نتوما بطبيعة الحال في الورقة ديال الوسخ غادي نديرو كاع المضاعفات ديال 12 وغادي نتاخدو غير اللي محصورين ما بين 30 و 100. اذا اول مضاعف هو 36، المضاعف الموالي هو 48 ايضا فهو مضاعف للعدد 12. عندي 60 فهو من مضاعفات العدد 12. عندي 72 فهو من مضاعفات 12. 84 ايضا فهو من مضاعفات 12. 96 وايضا من مضاعفات 12. اذا وتوجد مضاعفات اخرى للعدد 12. اذا هما قالوا طلبوا مني غير من اللي محصوره ما بين 30 و 100 فقط. اذا كندير 12 في 1، 12 في 2، 12 في 3، 12 في 4، 12 في 5، وكنديرهم كاملين وكنشوف غير اللي طالبين مني هما اللي هما محصورين ما بين 30 و 100. نعم، ندوزو للسؤال الموالي اللي هو السؤال 4. رتب الأعداد العشرية التالية ترتيبا تزايديا، بمعنى من الأصغر إلى الأكبر. إذا هادو كنلاحظو أنهم أعداد عشرية، خاصني نرتبهم من الصغير للكبير. كيف ما كنعرفو أن الأعداد العشرية فهي كتكون من جزئين، جزء صحيح وجزء عشري. إذا القاعدة ديال الترتيب ديال الأعداد العشرية وهي أنني خاصني نرتب الجزء الصحيح أولا، خاصني نقوم بالترتيب ديال الجزء الصحيح، عاد كنمر إلا كان الجزء الصحيح متساوي كنمر إلى الجزء العشري هو اللي كيكون على يسار الفاصلة، والجزء العشري هو اللي كيكون على يمين الفاصلة.
اذا باش كنرتبوا هاد الاعداد هادو، خاصني اولا خاصني نقارن الجزء الصحيح، خاصني نشدهم كاملين ونقارن ليهم الجزء الصحيح ديالهم. ملي كيكون الجزء الصحيح متساوي كنمر لمقارنه الاعشار في العدد الثاني، في الجزء الثاني الاعشار. الا كان الاعشار ايضا متساوي كنمر لمقارنه الجزء من المئة. الا كان جزء من المئة عاوتاني متساوي كنمشي كنقارن جزء من الالف. اذا نبداو بالمقارنه. عندي هنايا واحد صفر خمسة خمسة صفر صفر. اذا هنا قال لي ترتيبا تزايديا، اذا من الصغير حتى الكبير. اذا كنلاحظوا هنايا اللي عنده اصغر جزء صحيح هما اللي كاين فيهم صفر. اذا عندي صفر صفر صفر، هادو هما متساوي ليهم الجزء الصحيح. كنمر باش نقارن الاعشار. اذا لاحظوا معايا انا عندي خمسة، هنا عندي واحد، وهنا عندي خمسة. اذا اصغر واحد هو اللي عنده الاعشار صغير، واللي هو هذا العدد صفر فاصلة مئة وخمسة وعشرون. اصغر هو الصغير. دابا غنمشي نقارن ما بين هذا العدد وهذا العدد. كيف ما كنعرفوا ان وراء الفاصله على اليمين نقدروا نضيفوا الاصفار، اذا نقدر نضيف صفر هنا باش توضح لكم اكثر. اذا عندي خمسة في الاعشار هنا، وهنا ثاني عندي خمسة في الاعشار. اذا هنا عندي صفر وهنا عندي اثنان. اذا اصغر عدد هو هذا صفر فاصله خمسة، عاد هذا صفر فاصله 52. كيف ما كتلاحظوا معي انهم كيعطيوكم الاعداد شويه متقاربين بزاف، حنت باش يحاولوا يتلفوكم. نعم، اذا نمشيو للاعداد المواليه. عندي هنا في الجزء الصحيح دائما قلت كنقارن الجزء الصحيح، واحد خمسة خمسة. اذا هنا عندي واحد، اذا واحد هو اللي صغير، اصغر من واحد فاصله 52. نعم، اذا دابا نمشي نقارن هذا اللي فيه خمسة في الجزء الصحيح. عندي هنا خمسة وهنا خمسة، غنمشي نقارن الاعشار. الاعشار عندي هنا اثنان وهنا عندي خمسة، اذا اللي فيه اثنان غيكون هو صغير، اصغر من خمسة فاصلة خمسة هو اكبر عدد. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا، مع انه كاين بعض التلاميذ اللي كيشوفوا الا كان العدد فيه غير شويه ديال الارقام راه هو الصغير، والا كان فيه بزاف مثلا بحال هذا راه كيقول لك هو الكبير حيت فيه بزاف ديال الارقام. الا كانت الارقام من وراء الفاصله راه ما كتغيرش كثير. اذا خاصني اولا نمشي نشوف الجزء الصحيح، ماشي كاع الاعداد اللي فيهم الاعداد العشريه اللي كيتكونوا من بزاف ديال الارقام راه هما الكبار. اذا دائما خاصني نمشي بالقاعده انني نرتب الجزء الصحيح عاد نرتب الجزء العشري. نعم، اذا هنا غنكونوا سالينا من الانشطه العدديه. اذا ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع انشطه اخرى اللي هي انشطه الهندسيه وانشطه القياس.